متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننشر لكم في هذا الفيديو الأنباء المفاجئة والصادمة عن رحيل كارتيرون من تدريب الزمالك قبل أيام من استئناف الفريق مشواره في دوري أبطال أفريقيا. ولكن عزيزي المشاهد الكريم، وفضلا وليس أمرا، ادعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، وإليكم الخبر بالتفصيل. ما هي أسباب هذا الرحيل المفاجئ لكارتيرون؟ أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ضغط المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز كان وراء قرار الفرنسي كارتيرون بالرحيل عن النادي، مشيرا الى انه لم يبلغ الاداره بتلقيه اي عرض. ونشرت قناه الزمالك مقطع فيديو من اجتماع مجلس اداره النادي اليوم الثلاثاء، والذي قال فيه مرتضى طلب كارتيرون مساء امس الاثنين الرحيل، وابلغ النادي بانه يعتذر عن عدم استكمال مهمته وسيدفع الشرط الجزائي. واضاف عندما استفسرنا منه عن سبب رغبه كارتيرون في الرحيل، قال انه مرهق من ضغط المباريات وبعض الظروف. وقد رحل الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قياده الفريق بشكل مفاجئ بعدما قام بفسخ عقدهم مع الابيض والاتفاق على دفع قيمه الشرط الجزائي للقلعه البيضاء، وهو عباره عن تسديد ربع مليون دولار لاداره قلعه ميت عقبه في جلسه فسخ تعاقده. وجاء ذلك قبل ايام من مباراه الفريق المنتظره امام اسوان، والمقرر اقامتها في الثامنه من مساء الجمعه المقبل ضمن منافسات الجوله الثامنه والعشرون من مسابقه الدوري الممتاز، المقرر اقامتها على استاد القاهره، والتي يسعى خلالها الابيض لمواصله انتصاراته في المسابقه المحليه للحفاظ على حظوظه في احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز للنسخة الجارية، في ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب على حصد المركز الثاني هذا الموسم، بعدما اقترب الأهلي من التتويج رسميا بلقب الدوري هذا الموسم. وقد عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض عقب إعلانه رحيله عن الفريق، وشهدت الجلسة عدة أسئلة من المستشار مرتضى منصور للمدرب الفرنسي، وطرح عليه السؤال الأول: ما هي أسبابك للرحيل؟ ليوضح المدرب الفرنسي أن لديه بعض الظروف. ليقول له رئيس نادي الزمالك: هل تعرضت للمضايقات من احد في النادي؟ ليرد عليه المدرب الفرنسي انه ليس لديه اي ازمه في الزمالك، ولكن بعض الامور النفسيه والظروف الاسريه تجعله يرحل عن الزمالك. ليقول له رئيس الزمالك: لا، انت لديك عرض، لذلك سترحل، ساقوم بدفع لك قيمه العرض واستمر في قياده الفريق او على الاقل حتى نهايه دوري ابطال افريقيا. وقد منح رئيس نادي الزمالك مهله للفرنسي باتريس كارتيرون من اجل التفكير في عرضه من اجل البقاء داخل قلعه ميت عقبه، ليرفض المدرب الفرنسي الاستمرار في قياده الزمالك متمسكا بفسخ تعاقده مع القلعه البيضاء ودفع قيمه الشرط الجزائي. وبالفعل قام كارتيرون بسداد قيمه الشرط الجزائي الذي بلغت قيمته 250 الف دولار، ورحل عن قياده الزمالك، حيث أوضح مسؤولي قلعة ميت عقبة أن كارتيرون رحل لاتفاقه مع نادي آخر وقام بإنهاء كافة الاتفاقات قبل رحيله عن الأبيض، وليس كما يشير أن لديه أي ظروف. وقد بدأ مجلس إدارة الزمالك في التفكير سريعا في احتواء المشهد، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة في الفترة المقبلة، خاصة التحدي الإفريقي بعدما تأهل الفريق إلى دوري نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربي، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 24 من الشهر نفسه. وبحسب الأنباء الواردة، فإن بديل الفرنسي على مقعد قيادة القلعة البيضاء سيكون طارق يحيى بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وسيكون المدرب المعاون هو مدحت عبد الهادي، وسيتواجد أيمن عبد العزيز في الجهاز الفني. وقد قرر مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وثنائي مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي ذو سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادة الفريق. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في الختام نشكركم لحسن استماعكم وإعجابكم بالفيديو واشتراككم بالقناة، وإلى أن نلقاكم في فيديو قادم، نستودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.